هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف الحال؟ بيني وبينكم الدنيا بورا، ما أدريش فين غطس هذا الكائن. إيش يا ليل؟ ما فيش ذكرة موت حد ولا استشهاد الإمام دغندح الرابع عشر. شكله صرخ آخر مرة لما انفها. يغيب 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 ويقينكمنا بخطاب ساعتي. أنصحك يا ليل لا تكونش تجلس تجمعوه كده. انتبه، مش مليح، مش مليح للبروستاتا. كون هات لنا من تشاعبك أول بأول، تخفف على نفسك وعلى الباع اللي عادهم مصدقينك. شوف ها شوف ها شوف، راضي على نفسك؟ شوف عاد منك كيف زلقوك ذولا، كملوك لحطلوك رابطين لك بالجرف، وهم لهم إلا الفهنة والغنمي والأراضي والعماير، وكل واحد قد ما يضوعه أكبر من الثاني. ها مخزنين بعد غدوة عرم رمية، وكل واحد مخزن ببقعة اثنين. وين كان الشخوة؟ وين كان الشخوة أبو جبريل؟ قبل سنتين كرش وما يضوع، وين اليوم؟ ها ملخاخ تتقابص ما تقير فوق كرسي، كله من الكتمة، كله من الكتمة وتجميع الهذرة. شوف أنا حريص، أنا حريص عليك أنت وأبو عفشفش، أنتم رأس مالي والضمار. الكباش حقي، ما فيش طافة أرجع أبيع زعقة بحسن زيد. قال لك عارف الزوكة، قال لك الراعي والصمات ضول القتل. إيش هذه الخربشة والكشكشة هذه؟ يا مخرج، في كشكشة وخربشة تحت. تمام تمام، شوفه فين في حد. إي يا ليت. هو أنا. من أنت؟ أنا نازل. شكله مؤتمري، باين من قفاه، محمر من اللازمة. نازل إيش سوي؟ أنا نازل من أجل كرامتي. باب 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 باب، ما ينزلوش للكرامة الناس. من ده بك أنت؟ نازلين نلبي نداء الزعيم. والزعيم نازل؟ طبعا. متأكد انه نازل تحت؟ اكيد اكيد، وكل المؤتمرين اليوم صوت واحد، انا نازل. تستاهلوا تستاهلوا، قدكم نازل، قد كنتم معكم ثلثي الدولة واليوم اسفل سافلين. ايش قصدك؟ قصدي كلكم نازل وخليتوا فوق لمن؟ للوطن، الوطن فوق الجميع. الوطن فوق الجميع، والله انه الوطن لفيتوا فوق الشاص، عطفوه من دار الرئاسة لمصنع البرح، وانتم نزلتوا تحت الحمار تغيروا سليطة. ايام ما كانك نازل انت والزعيد حقك، بس انتبه للسرة لا تضيعه. خلينا نشوف غيركم ايش قالوا. قالوا أن رئيس الوزراء بن داغر قام بزيارة أخوية تفقدية إلى الأخوة الإماراتيين لتمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين وبين البلدين الشقيقين، ولتهنئتهم على المولود الإماراتي الجديد اللي اسمه المخا التابع لمحافظة فئز اليمنية. لا تستغربوش من الخبر المخيط بصبرة مش إلا بصميل، لأنه لو ما كانش خبر مخيط ومرقع ما راح رئيس الحكومة لتعز بدون محافظ تعز، ولا قبل يجلس كضيف وفوقه صور أهل الدهر الجدد.
لا علم يمني ولا صورة لرئيس البلاد. هذا بروتوكول، وإحنا قلنا رئيس حكومة دكتور مش متبردق يحط العلم مغلوب. وشوف المهزلة يا مؤمن، شوف ما لقتش إيش اسمه دي الإمارات، ما لقتش على إيش تكوش. على اللي يعرفوهن الجن والإنس إنها أراضي يمنية، وإيش ترفع فيها صور أبطال النينجا حقهم. المخا قالك سقطرة، هذه المخا المخا يا جن، موكا يا قصير العمر. أسأل أي طفل في العالم موكا يقول لك يمن. موكا يعني من قبل اختراع الأرض اللبنتين حقكم اللي عملتوا لها 6 أبراج وزجاج وسميتوها دولة. موكا يعني وعادكم ما قد شخبطوش ولا حتى الشخبطة عرف أنكم. بس الحجة مش عندكم، الحجة عند الضيف الكبير اللي ما يعرف مقامه، وعند اللي سبب كل هذه الكارثة عليه من الله ما يستحقها. والفراغ يملى منتظرين زيارة الأخ الوالد المشير الرئيس للأراضي اليمنية قبل ما تتأمرت لآخر شبر. وعادي حط العلم مقلوب ولا ما بوش. قالوا سطو مسلح ثاني على مصرف، هذه المرة تبع العمقي وفي المكلة. أوكي عاد نحن ندور الأولين حق البنك الأهلي بعدين، اللي قالوا خلاص مسكوهم ومدريش إيش، مكنتونا الحزام، الكمر، النخبة، الخلاصة. هالليل بزحموا الناس ولا هنقمة بالفيسبوك والإعلام وكل من يوبه لشماطيره. كيف يا ضاحي خلفان؟ مش اللي قلتوا تدربوا تمام؟ لنا 3 سنين نحترم، ما وقعش كذا السرقات بقلة حياة وفي النهار وعين عينك سطو إلا دي الفترة. يا الله خارجنا. قالوا الحوثيين شافوا اسم مصنع الاسمنت بتعز اسمه مصنع البرح، قالوا لازم يكون اسم على مسمى وحبيبي طابع الماكة. برحوا أبوه، شلحوه بالقاطرات، مشوا لما صنعه ولا في طائرات ولا أي رقابة ولا أي قصف. وعادي قاطرات لها 2 أسبوع تنقل بالراحة، ويفكوا ويكسروا ويشغدفوا. شافوا الأمور راحت من أيديهم، هناك رجعوا يغنموا المصنع هذا وهم عام حكومة قالوا وقودهم دولة. الطبع غلب التطبع يا شخوة، من زمان ونفسك في كسارات تطحن أحجار الزينة. المهم السلم من أصحاب الخمس كسارات وسيور وأفران ومعدات ثقيلة. مش يمكنوك إعلام، لا تصدق إعلام الطواعش ويزطوهم وحدهم. وبالنسبة لعادل الشجاع وبقية المؤتمرين اللي صاحوا ولاحوا على الحافة، خليكم نازل وصيعوا من هناك بس. ها بتاعي. مش انت، اصبر قليل خلينا نشوف اللي فوق. حسن زيد في لحظة تجلي، وما أكثر لحظات تجلي هذا المخلوق، قرر يتوب ويقر ويعترف، يعترف أنه طلب قتل الرئيس. أسمعوا المنشور. اعتراف: لأول مرة في حياتي أنصح بقتل أو سجن شخص. اتصل بي الأخ صالح الصماط وكنا مجتمعين في المشترك عندما حدثت المواجهات مع حراسة عبد ربه، وعلى إثرها أقدمه بحاح على الإنقلاب على الدولة، وكنا نسمع أصوات الرصاص لقربنا من 60 الغربي. عندما علمت بأن المواجهات بين أنصار الله وحراسة عبد ربه، قلت للأستاذ صالح: يا أستاذ لا عاد يخرج عبد ربه حتى لو اضطررتم لقتله إن عجزتم عن اعتقاله. خروج بعد هذا فتنة وكارثة. اعتراف من أول سطر في بوكين، قال لأول مرة في حياتي أنصح بقتل أو سجن أحد. هذا ذكر الناس بالقديم، ذكرهم بقصص كثير راح فيها ضحايا كثير بناء على توصيات حسن زيد، مثل توصيته بوضع الصحفيين والمخالفين للحوثي دروع بشرية في مخازن أسلحة اللي استهدفن التحالف. وراح فيها زملاء هما الشهيد عبد الله قابل والشهيد العيزري رحمة الله عليهم، وكمان منشورات الدعوة للسجن كل الرموز السياسية بداية الحرب، خاصة قيادة الإصلاح. وللتذكير محاصرة بيت الرئيس، موضوع الاعتراف، قتل فيها حوالي 13 من حراسته. وكيف قلت لنا يا حسن زيد؟ كنت مجتمع مع المشترك ولم يعترضوا. إيش من مشترك هذا؟
عمل له مشترك وركبة ومفلوس لراسه. خلونا نكمل منشور الاعتراف والتوبة. كان رد فعل متعجل وغير مدروس شرعيا، لأني أتحرج كثيرا من التفكير في جواز قتل حتى القاتل أفضلية العفو، ولكن الصورة كانت واضحة عندي، خروج سيسبب الكوارث وهذا ما يحدث. يا مؤمن، يا من تقف عند شرع الله أنت، إيش الإيمان اللي نزل عليك كده في لحظة تقلي؟ كيف بتكتب هذه المنشورات المؤثرة؟ خلونا نشوف اعتراف سابق له كيف بيكتب هذه الحاجات اللطيفة. يوم الاعترافات يا سحس. لكنك من كتبها أليس كذلك؟ أنا ما كتبتها، يعني كتبتها بلغة مختلفة عن لغتي. جلست أكتبها حوالي شهر وأكثر، أعدله وأكتبه وتقمص شخصية المتدين شديد القواء، شديد التدين، هذه لا يفهم السياسة، هذه بيتكلم عن ظاهر. ممثل بس سامق ومكشوف، إيش اللي وداك على الرياضة ولا كله عندك لعب اللعب؟ خلونا نرجع نكمل منشور الاعتراف اللي أثار الناس. اليوم لا يمكن أن أنصح بقتل أحد لأني أخاف أن أتحمل مسؤولية ولست في موقع قرار، ولله الحمد الذي أعفانا من ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني الشهادة مظلوما. أيوة قلت لي، واليوم لا يمكن أن تنصح بقتل أحد، الأولات سهل يعني ما غليش قدهم، وهذاك تشتي شهادة. من قال أخ فقد قتل يا أبو البواتي. طبعا هذا المؤمن الطيب المعترف اللطيف كان قبل شوية بس قد ندع منشور، والله يعلم الله يعلم على من كان يحرض بالقتل. مصدر الخطر في الحنش رأسه، ونقطة ضعف أيضا، ضرب في رأسه تقضي عليه. يا ترى من يقصر؟ يا ترى من هو الرأس اللي عاد بمتناول حسن زيد يوجه بضربه؟ وليش كده؟ مش انتم لا متحالفين؟ يمكن ما يقصدوش يا جماعة، إن بعد الظن إثم. خلونا ننبش ونشوف إيش يقصد. أتعبونا بكاء على المرتبات حتى شعرنا بالخجل لأننا نأكل، وفي الأخير نتحدث عن مليارات ستنفق من أجل عيد ميلاد والد خرج من صلبها الكتل والمرتزق والعملاء الذين يستمتعون بقتلنا ودمار اليمن التاريخ والحضار والإنسان بدون تمييز، ويعمل على تقضية على اليمن وتسليمها الأول مشتري برخص الثمن. إذا لم تكن هذه هي نقود المرتبات فمن أين هي؟ أها والله طلعت انت يا ابو عفشفش راس الحنش عند حسن زيد، وعيد ميلاد الوالد اللي خرج من صلبه القتلة والمرتزقة هو المؤتمر اللي تشتو تحتفلوا بذكرى تأسيسه. بالمناسبة سيدك حسين يا سحس كان مؤتمري ونائب في البرلمان عنه. قلت بس بذكرك، خايف من انا نازل ومقهور على المليارات التي ستنفق. صحيح حنش ميت يفقع ألف عردان. نطلع فاصل وننتظر من الذي سيأتي من أبو البواتي بعد قليل. يا حيا بكم ومرحب، نرجع لأبو البواتي وقصصه. حسن زيد يا أبو البواتي ما يقعش كده تتكلم على عفشفش وتقول انه راس الحنش. شوفوا هو يحبك يعزك، وانا اشتي اصلح بين القلوب، يعجبنا الرحمة والرأفة بينكم. هو يحبك وشوف. وانا احيي كوادر وزارة الشباب واحثهم على الابداع والتعاون مع معالي الوزير حسن زيد المفرح. هو شخصية سياسية مخضرمة ولابد من التعاون معه. شفت كيف يا مخضرمة؟ قال مخضرمة وشخصية وقاب حتى لقبك المفرح، ويحث المؤتمرين يتعاونوا معك وكذا ترد عليه كذا تشوفه راس حنش ولابد من ضربه. ليش؟ إيش في بينك وبينه؟ مش إلا صرف لك سيارة زمان.
لا تربطك بصلات سرية؟ أبداً. هل أنت ممنون له لأنه أعطاك تلك السيارة؟ لا والله، أنه أخذ علينا، تصور في نفس الوقت الذي تالي سيارة، باع علينا أرضية ب17 مليون دولار. كيف؟ بسفر أمريكا، باع أرضنا، أرضنا ملكة في نفس الأسبوع. يمكن أحس بتأنيب الضمير والتالي سيارة نهب أموالنا. يا مقاس يا مقاس، 17 مليون دولار تعطي له سيارة؟ ما عنده حقة، ما عنده حقة يأخذ على خاطره. بس وانت يا سحس، ما ادري كيف انت يعني الان سيدك وعينك متحكم والبلاد كله في زغنه، ليش ما ينصفكش ويرد لك الارض؟ المفروض تروح تاخذ السفاره الامريكيه كلها، ولا مقتنع بالوزاره تكفي وتوفي في احد القراف، احد الضنا والحراف. أمين عام حزب الحق، ولديك حصة في الوزارة في حكومة الوفاق. إيش؟ حكومة الوفاق. ها، يعني مش مكفية مش مكفية الوزارة يا جماعة. هم اتنين بواتي ونور القروي وصندوق رعاية النشئ والشباب، كم مليار ومع سعر الصرف اليوم يا دب؟ هيا اقفز للسفارة الأمريكية وقع أحمر عين، وبعدين من فين لكم أرض 17 مليون دولار وفي صنعاء حقمين؟ كيف تمتلكوا بدل المبلغ؟ على كذا نص صنعاء حقكم؟ أكيد كان الوالد الله يرحمه إخطائي كبير. أبي كان بسيط جدا، كان من أبسط الناس يعني، وعيشته حتى بين تاجر بسيط. لا لا، زارع عاش في الحمام علي بين الأخدان، كان بسيط جدا. الله يرحمه ويغفر له، مزارع بسيط عاش في حمام علي وورث لكم من ضمن ما ورث السفارة الأمريكية أرض ب17 مليون دولار. باب 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 باب، وعادكم نازلين يا مؤتمرين. هذا حسن زيد بس يشوف نص صنعاء حقه وبقية كتل ميليشيا. كيف؟ ابن المزارع اللي كان بحمام علي عشرات ألف اللبن بصنعاء وسليل المضلل بالغمام بيشوف حتى نص السعودية حقه وريثة. هيا ارجعوا بس لا تسهنوا من سياحة لبن. قال نازل أحمد الله حين عادوا يفتحوا لكم المزرعة السعيدة اللي سموها رياض الشهطاء، بكل حارة وقرية تختبروا فيه. نازل. طيب عرفنا ليش أبو البواتي مربط خيوط الحساسية من المخلوق. طيب إيش نكزوا من حشد المؤتمر يوم 24 الجاي؟ ما هم قد احتشدوا من قبل في 70 وقابوا العقاوز زغرطن اللي دخلت أسد المفرشة أبو عفشفش. إيش الجديد الآن؟ هل البشرية تتوارث غباء البتائي كي تنجح خدعة حصان طرواطه، أم أنها تعلمت حركه؟ خلونا أعيد لكم صياغة المنشور عشان يظهر لكم قصد حسن زيد كما هو مخضرم. أها، هو مخضرمة وما حد يفهمه إلا أبو عفشفش. هو شخصية سياسية مخضرمة؟ معنى المنشور، هل الحوثيين أغبياء حتى تنطلي عليهم عملية الحشود اللي يعد لها المخلوع لصنعاء باسم المؤتمر عشان يبرمنا بنفس الطريقة اللي برمنا بها هذه حكومة الوفاق بحشود الصباحة وحزيز وشارع المطار؟ اصرنف لك تهقف الهقاف ده كله بصحتك، عفواً بصفحتك ذيك الليلة يا رجال. ها، حتى الحدث انتبهت للخبيط حقك، ايش في باك؟ هذا وانت شخصية سياسية مخضرمة. ألقات اليوم مؤتمري غير كارح، يبدو أنه سيخسرني كل شيء مثلهم. إذن خذوا أخبار مخضرمة من صدق. المهم أهدى ولا تخلق، الزعيط بكله راح يستأذن للحاج من علي العاصمي وحلف له وطبع له ميضوع الرأي قصدي وجهه، وما بيرفعوش في 70 إلا صور الجهال اللي دهدهتهم للمزرعة السعيدة بس. وبعدين ها، كلهم أصحابكم اللي نازلين وتعرفهم نفر 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 نفرة، مثلا علي البخيتي اللي قلب من اشتراكي إلى حوثي إلى صناعة السلام والسمن والصابون ورجع مؤتمري حاليا وبينزله بالرياض، ولا رحمة حقيرة، حتى ها إيفانكا، إيفانكا بكله بينزلوها من واشنطن. المهم ما فيش قلق، لا تقلق. شوف شوف، حتى أكبر منظم للمؤتمر وحشده الآن مين هو؟ الاحتفالية هذه بالذات هي
تأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام موجود ولديه جماهيره ولديه شعبيته وفي ازدياد، وخاصة بعد محاولات عدد من القوى السياسية وبدعم من بعض الجهات الخارجية إلغاء المؤتمر الشعبي. شفت من؟ يحيى مريم حتى وهو بيروت نازل. مساكين الله يشتوا يقولوا بس احنا موجودين ونازل، تقلق من ايش؟ كل عاصرين اشنابهم اللي كانوا معاهم طلعتوهم الكامباتا. يعني خلاص باح، يعني عفاز زي ما تقول الان مثله مثل اسد حديقة الحيوانات اللي بصنعاء، بغير اسنان يبكروا له بمقلع عصيد يتعاتق. وبعدين انت شخصية مخضرمة تلعب بالبيضة والحجر، وزي ما قلت مرة ما تفرقش معاك. خلينا أذكرك كذا، ما يضر أن يتابع علي عبد الله صالح السيد العبد رب مصر هذه الحميد الأحمد الحسين، هذه صديقة حسين ما عندي مشكلة أتابع الحسين، ما عندي مشكلة أنا. يعني ما جاهز هو للتبعية ذكر، جاهز للتبعية يا قيشور من قيسك، معك إلا موتور ومن وقفك تعنقذ. هيا اهدأ وخلي اللي نازل نازل، لا تحرق ولا تطحن، ولا تخلي المؤتمرين يشموا ثوبك بكل زوة. هيا نفرمل ونذكر الله ونعلن بليس، وما يصحش نقع كلنا سوا في أمان الله. ها تعجبنا، هيا فرمل وفحط وعلن بليس، وعلن بليس براحتك، زي ما قلت ما يصحش تقع سوا مع اللي نازل. ها بتاعي هتنزل؟ ايوه انزل لك. هيا خاطركم اشوف ده المدلوز، هقيتها لك، نشوفكم الحلقة الواقية.